إلى أولئك الذين هم مشوا من كلام الناس، إلى أولئك الذين كسرت قلوبهم من كلام الناس، إلى أولئك الذين هربوا إلى أزقة الظلام من أعين الناس، إلى أولئك الذين يتمنون أن يدفنوا أحياء من كلام الناس، إلى أولئك الذين أصبحوا انطوائيين من كلام الناس، إلى أولئك الذين يتعرقون خجلا أمام الناس. يا سادة ارحموا قلوب الناس واجبروا قلوب الناس. جبر القلوب يا سادة، ارحموا قلوب الناس يا سادة. لا تكونوا وحوش هائجة تهيج على قلوب الناس، تنهش قلوب الناس يا سادة. الناس متعبة من ضنك الحياة ومن كد الحياة ومن مشاغل الحياة وتعب الحياة وهموم الحياة، ثم أنت تأتي بكلامك لتزد هما ووجعا على قلبي. اجبروا قلوب الناس.